كيفكم زملائي؟ شو اخباركم؟ اليوم فيديو جديد وعنوان جديد: زعيم اسيا وزعيم افريقيا ببطولة واحدة، واثنين تنتهلوا على بطولة كأس العالم لكرة القدم. مين هن يا ترى؟ شو اسم البطولة؟ وقد ايه عدد جوائزها؟ مين هن الفرق اللي مشارك فيها؟ ومين بتتوقع ومين كان اخر حصلوا على لقب البطولة؟ وين البطولة وأين ملعب ومين بتستضيف؟ كل هالأشياء رح نعرفها اليوم بالفيديو الجديد. أهلا وسهلا فيكم من جديد إخواتي، بحب أشاركم أن البطولة اسمها بطولة كأس الملك سلمان للأندية في المملكة العربية السعودية. طبعا هاي البطولة كان بطل العام الماضي فريق الرجاء المغربي، رجاء البيضاوي، اللي أنا شخصيا كتير بحبه وبشجعه. الشغلة الثانية: زعيم آسيا الهلال السعودي، ومين منا ما بيعرف الهلال السعودي بنجومه الكبار بتاريخه العريق. أما زعيم أفريقيا دائما فهو الأهلي المصري، مين ما بيعرف الأهلي المصري يا شباب وجمهوره الواسع وشعبيته الكبيرة. ومين ما بيعرف مين الزمالك، ومين ما بيعرف مين الوداد، مين ما بيعرف الشباب السعودي والاتحاد السعودي اللي أخذ السنة الماضية بطولة الدوري. كل هدول فرق كبيرة من 16 فريق بأربع مجموعات راح يتقابلوا 27 بالشهر الحالي. انت يا ترى مين بتتوقع ياخد هالبطولة هالسنة؟ ويا ترى بتعرف مين في نجوم عم يلعبوا بهالبطولة؟ انا راح شخصيا راح اقول لك على لاعبين بعتقد انهم يعني اذا ذكرنا اسمائهم خلاص ما في داعي نكفي الفيديو خالص، ولا نذكر اي اسم لاعب تاني. طبعا الدون كريستيانو رونالدو، مين ما بيعرفه، افضل لاعب في العالم. وكمان ابو ابراهيم كريم بنزيما، كمان محبين ومشجعين كتار وله شعبيه وقاعده كبيره. وما بالك اذا هدول الفريقين السعوديين بيضموا اغلى واكبر لاعبين في العالم، فراح تكون البطوله قويه جدا وصعبه جدا. انت اللي عم تتابعنا وعم تشوفنا بهذا الفيديو، يا ترى مين تتوقع ياخذ البطوله؟ انا بالنسبه الي بتوقع النصر السعودي، اكيد اني رح شجعه. بقى انت مين تتوقع؟ بتمنى تكتب لنا رايك بالتعليقات، واذا كان المحتوى عجبكم وفي افاده لكم لا تنسونا من الاشتراك ولا تنسوا ترنوا الجرس، ويعطيكم العافيه اخواتي.